دخلنا تكساس بالكرفان وكانت الخطة نظل فيها بس أسبوعين، ولكن هالفترة صارت 100 يوم والكرفان ما تحرك من وقتها. فخلينا نشوف شو صار فيه وكيف أموره بعد هاي الوقفة الطويلة بدون ما يتحرك، وهل راح ندخل 200 ألف مشترك اليوم؟ أحداث كثيرة صارت بهذا الفيديو، فخلينا نبدأ. فجاهزين يا جماعة نجرب سلام بعد 100 يوم من الصف؟ ما اشتغل الكرفان إذا ما خاف عقلي، أقسم بالله كلامك كان مزبوط. خلص بطارية كبها، جيب بطارية جديدة. إلى أين يا سادة؟ إلى السلام يا حبايبي. وهاي هي القيادة الأخيرة إن شاء الله بهاي السيارة، سيارة هشام بكير مختار هيوستن، والآن متوجهين لسلام لحتى نشوف هل راح يشتغل بعد 100 يوم وهو صاف. 100 يوم يا جماعة وهو صاف على مكانه ما تحرك نهائيا. طيب ليش الجهاز ما شغلته؟ عشان إن البطارية ما تنزل وما يخرب، ولكن خلينا الآن نوصل الكرفان ونشوف هل راح يشتغل ولا لا، وبعدين بإذن الله راح أقول لكم ليش خليته صاف لهاي الدرجة وليش تركته 100 يوم كاملات. فيا رب إنه يشتغل وما يغلبنا، يا رب يشتغل وما يغلبنا. كل ثقة فيك يا سلام إنك تشتغل هيك مباشرة وأروح أكمل فيك الرحلة قبل ما نصلح ونسوي والأمور هاي، بس أنا غلط مني إني تركته 100 يوم. وشوفوا ما شاء الله أجواء هيوستن الآن بشهر تقريبا سبتمبر دخلنا فيه اليوم، فشوفوا الأجواء كيف، شوفوا الغيوم كيف. اليوم الجو مش حمل الأمانة، كانت شوي بتشتي وشوي بتوقف شتاء، وهاي كمان عشان جماعة هيوستن ما تزعل مني، هاي نبحكي الجو حلو يا جماعة هون. هاي وصلنا 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 وصلنا، شوفوا سلام يا حبيبي يا سلام. سلام في مجال تفتح لي البوابات سيدي؟ بوابة الشركة، بدي أفوت على الكرفان. اوكي يلا يا سعد قلبك حبيبي سلام. بدي اتفقد الكرفان اشوف شو صار فيه لانه مسافر فيه انت عارف. almost 200k baby. على شو يا حبيبي 200k؟ صلوا هنا 3 شهور يا سلام. فالكرفان كان 100 يوم في امان يا سادة، 100 يوم في امان. شو السيارة اللي جنبه هاي الحمراء يا معلم؟ شو بتسوي السيارة هون؟ شيلها شيلها يا حبيبي شيلها، الله يرضى عليك شيلها. اه كورفيت صفوفها برا ما فيش ناس جوا. يعني بالله عليكم يا جماعة منطق صفوا سيارة كورفيت جنب سلام؟ والله العظيم مش منطق، اقسم بالله العظيم هاي اهانة يا سلام. ما بيصير الحكي هذا سلام، انا يا سلام وثقت فيك وخليت الكرفان صاف عندك ل 100 يوم عند شركتك هون، ولكن هذا لا يعني انك تصف كورفيت جنبه. شو هذا الحكي يا زلمه؟ شو هذا الحكي؟ ابعد غاد ابعد غاد ابعد غاد. خلينا نطلع سلام والله من زمان عنه. يا الله 100 يوم يا ساده، والوجهه القادمه راح تكون وجهه جدا بتجنن. جاهزين يا جماعه نشوف الكرفان بعد 100 يوم من تركه. بسم الله. يا اهلا وسهلا، هاي البسكليت موجوده هون، هاي الجاكيت تبعي، هاي ما استخدمتهاش نهائيا الجاكيت. طبعا شغلت الضوء اللي هون لانه هاي الكهرباء مش شغال، هاي اول شيء مش شغال بعد 100 يوم، مش عارف في شيء فاصل. المي موجوده هون من 3 اشهر. طلعوا النظافه يا جماعه، شوفوا الجمال، شوفوا الذكريات. 1870 مشترك، 7/9/2021، يعني قبل سنه تقريبا من الان كان عندنا 1870 مشترك. بهاي اللحظه اللي بسجل فيها هذا الفيديو انا مش واصل 200000، 199000، ولكن اتوقع لما انشر هذا الفيديو راح اكون واصل 200000. فاكتبوا لي تحت في الكومنتس يا جماعه انت من اي مشترك وانت بتتابعني، تابعني من 1000 من 2000 من 500، في ناس من الميات بتتابعني. خلينا نعمل جوله بالكرفان بعد ما رجعنا له ب 100 يوم. هي هي الذكريات على مكانها حول ولايه امريكا، وهذا اجمل جزء بالرحله. هي هون خلف هاي المخزن العظيم الجميل، مايكروف موجود، هاي هون الصبات والتدفئه موجوده كمان، ما تحركت من مكانها يا جماعه. والان نظره سريعه على خريطه امريكا اللي باذن الله راح نخلصها كامله، طبعا لازم نعمل لها ابديت لانه مش معمول لها ابديت. نيجي هون على الجزء الاهم. جاهزين؟ يا اهلا وسهلا. ما بعرف خريطه هاي شو، هاي خريطه الديث فالي، وادي الموت بكاليفورنيا. شوفوا يا جماعه كابينه القياده سلام، اشهر كرفان في امريكا دون منازع. يا رب تكملها معي سلام وتشتغل يا رب. قبل ما اشغل الكرفان الان ونشوف هل راح يشتغل ولا لا، بدي اسمع وجهه نظركم تحت في الكومنتس، واحكوا لي كرفان 1977 عمره اكثر من 45 سنه صاف ل 100 يوم متواصلات، هل تتوقع انه راح يشتغل ولا انه بده تشريك ونرجع نشحن البطاريه مره ثانيه بعد ما صف 100 يوم؟ طبعا يا جماعه ما في انسان وبعرفه الا حكى لي انه هذا الكرفان مش راح يشتغل لانه تقريبا صار له 100 يوم صاف ما تحرك من مكانه، وقالوا لي الكاوتشوك تبعه راح يخرب والبطارية تنزل ويصير فيه مشاكل، ولكن خلينا نشوف الآن هل هذا الحكي راح يصير ولا لا. بإذن الله راح أورجيكم قوة سلام، وبإذن الله راح يشتغل ثقة بالله وثم ثقة بهذا الشيء اللي بثق فيه الناس اللي بتحبه وبتتابعه. لسه هاي البداية، خلينا نجرب سلام الآن. فجاهزين يا جماعة نجرب سلام بعد 100 يوم من الصف، ولكن بعتذر عن هاي الإضاءة لأنه الدنيا قربت تصير ليل، ضال نص ساعة تقريبا، خلينا نجرب سلام قبل ما تصير ليل. بسم الله زي ما علمني جلين، بنزين بنزين سادة، توقع يشتغل وما يشتغل بعد 100 يوم. بسم الله، 1 2 3، 100 يوم، 100 يوم الانتظار، كنا ثقة فيك يا سلام. بسم الله، 1
اثنين ثلاث. هاي قبل ما اشغل يا جماعة، واذا ما اشتغل احنا مش زعلانين من سلام، لانه احنا المفروض ان نشغله كل يومين ثلاث ايام مرة، ولكن احنا 100 يوم ما قربنا عليه. بسم الله، واحد اثنين ثلاث. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اوكي 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 يا جماعة، اوكي one more time. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ما شاء الله. يلا سلام يلا سلام يلا سلام يلا سلام. هاي مرة ثانية. اوكي والله واثق، كل الثقة انه راح يشتغل، والله العظيم واثق بإذن الله. بسم الله، واحد اثنين ثلاث. بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي بسم الله. اوكي واحد، والله هاي المرة الثالثة يا جماعة. بسم الله، تفاؤلوا، دائما خليكم متفائلين يا جماعة، دائما خليكم متفائلين. بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي هاي المرة الثالثة ما اشتغلش. اوكي على نفس الحماس ونفس الطاقة، ودائما خليك ايجابي، واذا عندك مشكلة حلها يا جماعة، تيك ات ايزي. اوكي مرة الرابعة. بسم الله، يا الله يا الله سلام. يا الله يا سلام. يا جماعة اشتغل. يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اقسم بالله العظيم اشتغل 100 يوم هو صاف. اقسم بالله يا جماعه في 100 يوم ما دخلت يمكن مرتين فقط لا غير، اخذت منه اغراض وطلعت، والان بعد 100 يوم وكرفان من 1977 توقعت انه انتهى، وتوقعت انه خرب، وتوقعت انه مش راح اشتغل ثاني مره، عمره اكثر من 45 سنه، تتركه 100 يوم وتيجي الان وتشغله ويشتغل معاك، ما شاء الله بإذن الله يا سلام ما أفرط فيك. وسافر معاي سنة كاملة بدوج سبورت 1977 من نيو هامشير، اشتريناه وزبطناه وانطلقت. كل الناس اللي حواليه حكوا لي جاد مش راح يشتغل، ويمكن ما يشتغل نهائيا. رب الكعبة أعشق سلام يا جماعة، ورب الكعبة إني أعشق سلام. I love you سلام، I love you سلام. رايح أمشي فيه، رايح أمشي فيه يا جماعة. رجعنا لتعباية الغاز، والله العظيم بعبي وأنا نفسي مفتوحة. أوكي دفعنا هون، أمورنا تمام، خلينا الآن نسوق سلام شوية ونشوف شو الوضع. ما شاء الله يا جماعة ما شاء الله، وهيو الآن يا جماعة بالفحص، ما شاء الله أموره تمام التمام. وهي هي أجواء هيوستن بالليل يا سادة، وبالفيديو القادم احنا راجعين للسفر بشكل رسمي بالكرفان. هاي يا جماعة فايت على الشباب الآن، وبدي أعمل فيهم مقلب إنه الكرفان ما اشتغل، إنه كلامهم كان مزبوط. شوفوا ايش راح تكون ردة فعلهم الآن. ما اشتغل الكرفان إذا ما خاف عقلي، أقسم بالله كلامك كان مزبوط. ما راح يشتغل. ليش؟ لأنه لازم ما أنا قضيت أسافر، ما بتعرف أنت شو كان. لازم تشغل كل يوم. خيّا جرب الجنب كمان. جرب جنب 100 يوم ما تحرك. بدك تشحنها. ما زبطت بطارية. خلت بطارية كبها. قلت له أصلاً قبل ما يروح. قلت له ما راح تزبط، ما انا عارف يا محترم. كرفان اشتغل من ثاني مرة بدون تشريك ولا اشي يا معلم. اشتغل والله اشتغل. ايش بدك؟ واثق بسلام. شو قلت انت؟ قلت قعدت تحكي وحزنان. يلا عشان تعرف، ولا عشان تعرف ان احنا بنحب سلام. متاخر على العشاء. اوكي يا جماعه انا بشق الان، خليني اشرح شو بصير. هذا عداد ال 200 الف، فخليه شغال زي ما بده، واحنا الان خلينا نغسل هذا الحكي. دقائق قليله جدا لل 200 الف يا ساده. واش اند دراي، بعدين شغل. يا اهلا وسهلا. اوكي 199999 مشترك، شكرا يا جماعه من كل قلبي، هذا بفضل الله ثم بفضل دعمكم الي ووقفتكم معي. بدي منكم الان وعد في التعليقات انكم تظلوا معي للابد، لانه هاي بس البدايه والجاي جدا جدا اقوى. هذا وعد مني، وباذن الله راح نغير اليوتيوب العربي كامل من الف للياء، وهذا الموجود على قناتي 200 ألف. والله 200 ألف يا أبو جتب المعكوس. 200 ألف، الحمد لله يا جماعة، الحمد لله. واو 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 واو، الحمد لله يا جماعة. 200 ألف ولسه هاي البداية.
200,000 واحد، 200,000 اثنين. ووو الحمد لله يا جماعة. بس يا إخوان، واو مان 200,000، والله متذكر لما كنت 200 مشترك. آه والله واو مان، والله العظيم متذكر لما كنت 200 مشترك. والآن عنا 200,000 إنسان عزيز وعزيزة على قلبنا. إحنا يا إخوان أكبر من موضوع قناة، إحنا عيلة مع بعض. وأعداد الناس هاي اللي بنوصلها وبتحبنا وتشترك بقناتنا عن حب، هاي بإذن الله رح تصير أضعاف وأضعاف بالمستقبل. والحمد لله الآن عنا 160 فيديو على القناة، وصرنا باليوتيوب بس 11 شهر يا السادة. والفترة هاي الحمد لله بيجيني ما يقارب 1500 إنسان يومياً، 1500 إنسان يومياً بيشترك بالقناة وبيحبوا المحتوى. بعد 11 شهر من المجال هذا الإنجاز جداً جداً كبير. هاي بلشت الاتصالات، وشكراً لشادي الساس على دعمه الكبير خلال نوصل هاي الإنجازات، وشكراً لكم أنتم من كل قلبي على دعمكم الكبير إلي. هيك انتهى الفيديو اليوم، من قلبه يوسف، شوفكم الفيديو الجاي بالكرفان. سلام.